قالت لي اللي مخوفني الراجل عضو مجلس الشعب اللي راح البرلمان والناس انتخبته علشان يقول لك مضاجعه الوداع، مضاجعه الوداع. قلت له والله عندك حق. تخيل ان انا ما خدتش بالي من الموضوع ده الا وانا بقراه في الصحف الاجنبيه. قالت لي وانا كمان اساسا ما خدتش بالي الا لما سمعته منك. فرجعت تاني ادور لقيته مظبوط. يعني واحد عايز يخلي من ضمن شؤون البرلمان انه يبيح بقانون، شفت بقى، يبيح بقانون، يعمل قانون اسمه قانون مضاجعة الوداع. يعني ايه قانون مضاجعة الوداع؟ يعني لما الست توفاها الله من حق جوزها ان هو يلتقي بها لقاء الازواج لمدة 6 ساعات بعد صعود روحها لخالقها. يا سلام، هي دي مشاكل الأمة الإسلامية، هي دي مشاكل الرجال المسلمين. رجالة الإسلام مشكلتهم مضاجعة الوداع. الله أكبر، أنا مش فاهم. وأفاجأ